سائل يقول: بعض من يدعو الناس إلى التوحيد يدعوهم بغلظة وشدة، وإذا نصح في ذلك قال: هؤلاء المبتدعة لا ينفع معهم إلا ذلك. فما لا ما يصلح هذا. الدعوة لا بد يكون معها الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما أمر الله بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يحصل فيها الغلظة. الغلظة تنفر، الغلظة تنفر الناس. ادعوهم بالحكمة والملاطفة لعلهم يهتدون ويقبلون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الله جل وعلا يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.